أكثر الناس حنا اليوم، هذا خطأ شائع في الصلاة، أكثر الناس يقولوا آمين قبل الإيمان، كلهم حرموا ذلك الفضل. من وافق تأمينه، الحديث صحيح، من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة متى تؤمن؟ يقول الإمام ولا الضالين، الملائكة تؤمن بعدما يؤمن الإمام، غير يؤمن الإمام تؤم الملائكة تقول آمين، وانت ذاك الوقت تقول آمين. هنا يا ربي يعطيك هذا الفضل. احنا لا خطأ شائع في الصلاة في مسألة قولنا آمين للرجال والنساء، كي نكونوا نصلوا جماعة وراء الإمام. يا إخوان، كي الإمام يقرأ ولا الضالين، عبك بلي الآن الإمام خرج واحد الكلمة عبك شحال فيها من مد، فيها ولا الضال مد لازم ستة، ولا الضال ومن بعد اللام يشدد حركتين ثمانية، لين لياء ستة، كاين اللي يقرأ بالطول سما راهم 14 حركة في السماء وهو يتنفس، ومن بعد يزيد النون ولا الضالين، باينة بلي احنا جبدنا نفسنا باش نقول آمين. احنا لا جامع كاع آمين، مازال ما قالهاش هو، هو كان يقول آمين بلا ما يتنفس يطيح يموت هو، خلاص هو النفس. إذا السنة أنك تنتظر كي يقول الإمام ولا الضالين، ما تقولش آمين أنت، السنة حتى يقول آمين هو، غير يقول آمين قل آمين، خاطر هذاك هو الوقت اللي راح تقول فيه الملائكة، فيوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أكثر الناس حنا اليوم، هذا خطأ شائع في الصلاة، أكثر الناس يقولوا آمين قبل الإمام، كلهم حرموا ذلك الفضل. لهذا جاء في كيفية الصلاة، وإذا قال الإمام ولا الضالين قولوا، إذا قال قولوا ماشي قبلوا، قولوا آمين. فلينتبه الإخوة والأخوات، خليه يقول آمين الإمام، غير يكملها قولها أنت، لأنه هذاك هو الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين، فإن وفقت لها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك